السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الفلان، جوج طبقات ديال البسكوي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هنا كنحتاج بسكوي مطحون، جوج المعالق كبار ديال كريم باتيسري، 200 مليلتر ديال كريم فريش، 600 مليلتر ديال الحليب، وجوج ديال الفلان كبارين وكراميل، و 400 مليلتر ديال القهوه معصره ولا مغليه. وهنا عندي حليب مركز طيبته حتى ولا كريم كراميل. وتابعوا معايا الطريقه. في الاول كناخد الحليب وغادي نزيد عليه الفلان، ونزيد معلقه ديال كريم باتيسري، ونزيد عليه كريم فريش. صافي، وغادي نحرك مزيان، وغادي نديرو فوق البوطه، ومن بعد يبدا يغلى واحد شويه غادي نزيد عليه البسكوي. وبقاو معايا تشوفوا الطريقه. كما كتشوفوا المشاهدين، من بعد ما غلى لي الحليب شويه صافي زدت البسكوي. صافي غادي نبقى نحرك بحال اللي كتصايبوا في الفلون، ومن بعد غادي ناخد المول وغادي ندير فيه كراميل، وغادي نخوي فيه هذاك الخليط الاول، وغادي نخليه شي ربع ساعه حتى تيشد راسو مزيان، ومن بعد نوجدوا الوصفه الثانيه. ونتمنى ان شاء الله هاد الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. انتما كما كتشوفوا هو المول كنخوي صافي، ومن بعد غنمشيو نوجدوا الطبق الثاني. هنا غادي نحطو على جنب، نخلي حتى يشد راسو شويه، ومن بعد غادي تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال الوصفه الثانيه، الطبق الثاني، الطبقه الثانيه عفوا. هنا غادي ناخد نفس العمليه اللي درت في الحليب، غادي نديرها في القهوه. غادي ناخد القهوه وغادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال كريم باتيسري، وغادي ندير خنيشه ديال الفلان، وغادي نزيد عليها معلقه ديال الكريم كراميل ديال هذاك الحليب اللي صايبته ولا ليا كريم كراميل،
وغادي نديرو فوق البوطه وغادي نبقى نحرك حتى يولي ليا داو بحال الشكل ديال الفلان. وبقاو معايا تشوفوا الطريقه. كما كتشوفوا المشاهدين هالخليط ديالي وجد. دابا انا غادي ندير الطبقه الثانيه او معايا من بعد ما خليت الخليط الاول حتى تشد راسو. صافي غادي ناخذ هنايا كما كتشوفوا عندي هنا البسكوي غادي نفزقوا في واحد شويه ديال الحليب. صافي وغادي نديروا على الطبقه الاولى. بقاو معايا المشاهدين غادي ندير البسكوي وغادي نزيد عليه هذاك الخليط ديال القهوه ومن بعد غادي نزيد ثاني البسكوي. صافي وغادي نغطي بواحد البلاستيك وغادي نديرو في الثلاجه حتى 4 سوايع 5 سوايع ولا لا بغيتو تخليو حتى الغد ليه. وبقاو معايا باغا تشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. Thank you.
كتشوفوا المشاهدين، هذا هو الطبق ديال الفلان ديالي، جوج طبقات بالبسكوي. نتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا انا غادي دابا نحيدو من المول، نديرو في واحد البلاطو وتشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. كيجي زوين المشاهدين، نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم نجربوه ما تندموش. كيجي بنين 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 ما نقول لكمش. صافي هنايا غادي نزينو بكريم كراميل، ندير كريم كراميل من الفوق، وانتم باش ما بغيتو تزينو زينوه. صافي وغادي ندير عليه شويه ديال الكركاع وشويه ديال اللوز، ونتمنى ان شاء الله هذا الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم بزاف على المشاهده وعلى المتابعه ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.